هذه مناسبة اللي كتكون الإنصات المواطنين. احنا حزب نشتغل، بغينا العمل، بغينا المعقول، يعني ماشي فقط يعني يقولوا دكاكين ولا يقولوا هم كيوجدوا انتخابات، لا احنا بالعكس احنا كنشتغلوا باش دائما يوميا يعني كل اسبوع في عندنا برامج والطموحات ما هي الا ايجابيه، وعندنا الوقت من 2021 وغادي نبقاو يعني بهذا النمط ديال الاشتغال ان شاء الله الى سنه 2021. اللي يمكن نقول انه المكتب غادي يتطرق لواحد العدد ديال يعني المسائل اللي هي اساسيه، مواضيع اساسيه، ومنها بالخصوص يعني الاشكاليه ديال القانون الاطار ديال التكوين اللي اليوم خدا واحد يعني كيتعطل نوعا ما وخدا الوقت بزاف، وما اون دوفيان امباسيون، يعني هادشي خصو يخرج الوجود في اقرب الوقت. البرلمان على الابواب باش يسد الابواب ديالو في اخر ديال هاد الشهر، ما يمكنش ما نمشوش بدون يعني واحد التوافق بين الفرق البرلمانيه، فهذا نقطه يعني اساسيه الى جانب نقاط اخرى. هاد اللقاء كيندرج في لقاءات او في اطار اللقاءات اللي كيعقدها الاخ الرئيس على مستوى جميع جهات المملكه، وهذه واحد المبادره تحسب له، الكل كيقدر الاهميه ديالها، لان كيكون واحد التواصل مباشر وكيكون واحد الانصات لكل انتظارات الساكنة وكل هموم المواطنين. وفي الحقيقة الأمر هذا ما يسمى بتجسيد الحقيقي لسياسة القرب. احنا اليوم السيد الرئيس كيجمع المكتب السياسي في هذه المدينة العتيقة العلمية، مدينة فاس عاصمة الجهة، وغتكون مناسبة لتقديم أولا الجهة وتقديم كل المؤهلات ديالها الاقتصادية وخاصة الفلاحية، لأن جهة فاس وكناس هي الفلاحة هي واحد الركيزة أساسية فيها، وجهة لها مؤهلات متعددة في السياحة في الصناعة التقليدية، لها مؤهلات كذلك في الصناعات الحديثة، خاصة وأن جهة كتعرف واحد ضفرة من ناحية البنية التحتية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.